عليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المرابطون على ثرى هذا الوطن المبارك، أيها الإخوة المسلمون، الأمة تعيش في هذا الشهر العظيم المبارك. مع بداية هذا الشهر العظيم المبارك شهر رجب، حملة مساندة لأسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال، 17 من أبريل في كل عام هو يوم الأسير الفلسطيني، ونحن نعيش حملة مستمرة وليس يوماً واحداً في العام في حملة التضامن مع أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال. وحري بنا ونحن نقترب من هذا اليوم الذي هو يوم عالمي لنصرة أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال أن نتحدث حول واجب الأمة لنصرة قضية الأسرى، أسرانا البواسل أبطالنا خلف قضبان الاحتلال الذين يمضون زهرات شبابهم خلف قضبان الاحتلال نصرة للعقيدة ونصرة للأقصى ولأجل حريتنا وعزتنا وكرامتنا ودفاعاً عن أولى القبلتين وثاني المسجدين مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودفاعاً عن كرامة الأمة العربية والإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الحرية هي حق لكل إنسان كفلته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، فيقول المولى عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكرم الله بني آدم والإنسان وسخر له ما في الكون وما في الأرض وما في السماء وما في الكون لأجل سعادته، وإن من أوائل هذا الإكرام أن ينعم الإنسان بحريته، أن ينعم الإنسان بحريته. وقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. هذا الأمر في هرة وقطة حبستها، فما بالكم باعتقال المجاهدين المؤمنين المخلصين الذين يدافعون عن أولى القبلتين وثاني المسجدين مصر الحبيب المصطفى؟ ما بالكم بمن يعتقل لأنه يدعو إلى الله على بصيرة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ ما بالكم بمن يعتقل لأنه يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية ويرفض الدينونة لغير الله سبحانه وتعالى؟ ما بالكم بمن يعتقل لأجل أنه يرفض أوامر الأمريكان والصهاينة ويصر على نيل الحرية والعزة والكرامة؟ نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن المعتقلين البواسل خلف قضبان الاحتلال يتعرضون إلى مآس وإلى جرائم حرب
يرتكبها الاحتلال ضد الإنسانية وضد أسرانا البواسل من الحرمان من العلاج، من الحرمان من الزيارات، من الحرمان من التعليم والصحة ومن الحياة الإنسانية. إن المريض حينما يعاني لو من مرض خطير يقدم له الأكامول والمسكنات، وحينما يتعرضون كذلك للتفتيش العاري وللعزل الانفرادي ويتعرضون لكل أنواع التعذيب الممنهج من قبل الاحتلال لأجل كسر إرادة شوكتهم وصمودهم وثباتهم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن أبناءكم الأبطال يتعرضون إلى شتى أنواع العذاب هناك خلف قضبان الاحتلال، وقد أعدم العديد من أسرانا البواسل داخل سجون المحتل، بل إن الاحتلال يمارس كل الوسائل اللا أخلاقية واللا قانونية واللا شرعية مع أسرانا البواسل، وليس فقط مع الرجال، بل إن أعراضكم هناك خلف قضبان الاحتلال تتعرض للأذى ويتم الاعتداء على حرائر فلسطين. يا زعماء الأمة العربية والإسلامية، ماذا فعلتم لأسرانا وأسيراتنا؟ يا زعماء وقادة الأمة العربية والإسلامية، أيها المطبعون مع الاحتلال، أيها المنسقون أمنياً مع الاحتلال، يا من فتحتم السفارات للصهاينة على الأراضي العربية وتحرصون على الاستمرار في هذه العلاقات، أما سمعتم إلى امرأة أسيرة مؤمنة فلسطينية مجاهدة تدافع عن كرامتكم وهي حامل دخلت إلى المعتقل ثم وضعت طفلها الصغيرة، وضعته داخل قضبان الاحتلال، خلف قضبان الاحتلال، ذهبت إلى المشفى حتى إذا ما كانت لحظة المخاض كبلت يداها وقدماها في هذه الحالة العسيرة داخل المعتقل وداخل مستشفيات الاحتلال، وهي تقول وإسلاماه ومعتصماه، وإسلاماه ومعتصماه. لقد انطلقت صرخة ومعتصماه وإسلاماه من سجيناتنا وأسرى المسلمين والمسلمات خلف قضبان الاحتلال، ولكنها للأسف لامست آذاناً صماء فلم نجد مغيثاً. أين المعتصم الذي تحرك لأجل أسر امرأة مسلمة عند الرومان ولم يقر له حال حتى نصرها وأطلق حريتها؟ عشرات ومئات من نسائنا خلف قضبان الاحتلال، والرجال والأطفال والأشبال الذين يعتقلون هناك في الضفة والقدس، وهناك الإعدامات الميدانية في انتفاضة القدس المباركة التي انطلقت لأجل الأقصى ولأجل القدس، ولم يحرك العرب ولا المسلمون ساكنا، وأبناؤنا وأشبالنا وفتياتنا يخوضون معركة مقدسة ضد الاحتلال. ما هو واجب الأمة الإسلامية اتجاه المعتقلين واتجاه ذوي المعتقلين؟ الواجب الأول أن نحترم وأن نكرم المعتقلين المجاهدين خلف قضبان الاحتلال، احترامهم
تكريمهم على ثباتهم، على صبرهم، على هذا الصبر العظيم الذين أمضوا زهرات شبابهم خلف قضبان الاحتلال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا الاحترام وهذا الإكرام أن نفي بحقوق المعتقلين، وكذلك أن نتضامن مع قضايا المعتقلين، وأن نقف معهم، وأن نؤازرهم، وأن نشارك في كافة الفعاليات التي تنطلق لنصرة المعتقلين. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأمة الإسلام وشعبنا في الطليعة مطالبون بالوقوف مع المعتقلين ومساندتهم ومؤازرتهم والتضامن معهم. نعم، المسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا هو حالنا مع أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال. وماذا كذلك واجبنا اتجاه المعتقلين؟ أن نتحرك اتجاه فكاك أسرهم وإطلاق سراحهم بكافة الوسائل. التحرك اتجاه فكاك الأسر وإطلاق سراحهم بكافة الوسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. هل استجبنا لأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من فكاك العاني وهو الأسير؟ فواجب الأمة أن تسعى اتجاه تحرير أسراها، إما بالفدية أو بالتفاوض أو بالقتال والجهاد في سبيل الله. وهذه رسالة للمقاومة الفلسطينية والإسلامية أن تتخذ كل الوسائل لإطلاق سراح أسرانا. وعلى رأس هذه الوسائل هو أسر الجنود الصهاينة لأجل التبادل، تبادل وصفقة تبادل للأسرى، لأن هذا المحتل لا يعرف إلا لغة القوة. ونحن نتكل على الله ونعول على مقاومتنا بعد فضل الله سبحانه وتعالى أنها قادرة بإذن الله تعالى أن تبذل الجهد وأن تبادل الأسرى وأن تخرج الأسرى بإذن الله تعالى. كل حسب حاجته وكل حسب إمكاناته. المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية مدعوة للضغط على الاحتلال حتى يعيش الأسرى حياة إنسانية، ومدعوة كذلك لتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية على ما يرتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية وضد أسرانا وضد شعبنا الفلسطيني. تقف هذه المنظمات الدولية والحقوقية صامتة وعاجزة إزاء الجرائم التي ترتكب ضد أسرانا وضد أطفالنا وضد نسائنا. أما حينما يؤسر جندي قاتل مجرم سفاح، فإن هذه المنظمات تتحرك. أما إزاء معاناة شعبنا ومعاناة المسلمين فلا نجد لها حراكاً ولا صوتاً ولا فعلاً على أرض الواقع. نعم، ما هو واجب الأمة؟
اتجاه أسرانا بالسعي الجاد لفك أسرهم بشتى الوسائل. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه لما اعتقل عند الرهمان عرض عليه أن يشرك بالملك مقابل أن يتنصر، أن يرتد عن دينه، فرفض ذلك. ثم بعد ذلك صلب، فجعلت السهام تدخل وتخرج من فوق رأسه وأسفل قدميه، وصبر ورفض هذه الفتنة، وصبر وصر وأصر على الاستمرار على دينه. فلما لم يتحرك له ساكن أتي بقدر فأشعل نارا، ثم أتي بأحد أسرى المسلمين فألقي في هذا القدر حتى ساح وطاشت عظامه. فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، فظن أعداؤه من الرومان بأنه قد فتن عن دينه، فقالوا له: وما يبكيك وما يبكيك؟ قال: أبكي لأنني أتمنى أن يكون لي بكل شعرة في جسدي نفس وروح وكلها تموت في سبيل الله. يبكي لماذا؟ لا يبكي لأجل الموت والشهادة في سبيل الله. يبكي لماذا؟ يبكي لأنه يتمنى الشهادة عدة مرات. أبكي لأنني أتمنى أن يكون لي في جسدي بكل شعرة في جسدي نفس وكلها تموت في سبيل الله. ثم بعد ذلك عرض عليه أن يقبل رأس قيصر الروم، فرفضه أن يخرج بنفسه مقابل تقبيل رأس قيصر الروم، فقال له: وتخرج إخواني؟ فقبل ذلك، فقبل رأس قيصر الرومان مقابل تبييض السجون وإخراج المسلمين. فكان هذا الأمر، فلما عادوا إلى المدينة أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسلمين بأن يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، الذي انكسرت كرامته لأجل إخوانه السجناء والمعتقلين حينما قبل رأس قيصر الرومان. فكانت العزة والكرامة. لماذا يقبل رأسه؟ لأنه رفض أن يخرج بنفسه، وأصر على إطلاق سراح إخوانه المعتقلين المسلمين. هذا واجب الأمة، أن تسعى اتجاه تحرير وفكاك الأسرى وتبييض السجون. يا قادة الأمة، يا زعماء الأمة، يا قادة المقاومة، ونحن نعول عليكم بعد الله سبحانه وتعالى. يا قادة المقاومة، نريد تبييضا للسجون، نريد تبييضا للسجون. أملنا في الله، ثم فيكم، ثم بشعبنا وصموده وانتفاضته، انتفاضة القدس على طريق التحرر بإذن الله تعالى. ما وواجب الأمة كذلك اتجاه قضية المعتقلين، أن تصلح العلاقة مع الله، وأن نتقرب من الله، وأن ندعو لإخواننا، أن ندعو لإخواننا في ظهر الغيب بأن يعجل بإطلاق سراحهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نريد أن نصلح العلاقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نصلح العلاقة مع الله، نتقرب من الله، ثم نكثر بالدعاء لهم آناء الليل وأطراف النهار. لا نترك مجالاً إلا ونقدم لهم إسهاما. هؤلاء لأنهم أمضوا ويمضون زهرات شبابهم لأجلنا، لأجل عزتنا، كرامتنا، حريتنا، لأجل أقصانا، ولأجل إسلامنا العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
إن الحمد لله نحمده، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وما هو واجبنا اتجاه ذوي المعتقلين؟ تحدثنا عن واجبنا اتجاه المعتقلين، والمكمل أن نتحدث عن واجبنا اتجاه ذوي المعتقلين. الواجب الأول هو مواساتهم وزيارتهم وإكرامهم، وألا نجعلهم يتكففون الناس، كرامة ذوي المعتقلين وتوفير احتياجاتهم والوقوف بجانبهم ومساندتهم، لأن الأسرى قدموا زهرات شبابهم لأجلنا وحريتنا وكرامتنا، وأن ننعم بالعزة والكرامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول المولى عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك يا ربي وأنت رب العالمين؟ فيقول المولى عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ذوي المعتقلين يحتاجون إلى الإكرام، ولا يحتاجون أن يتوجهوا إلى أبواب المؤسسات: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: كيف أسقيك يا ربي وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك يا ربي وأنت رب العالمين؟ فيقول المولى عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واجباتنا بالستر والعفاف، واجباتنا بالوقوف والمساندة، بسد الاحتياجات، بالوقوف معهم وزياراتهم. نعم، واجبنا واجب إسلامي، واجب أخوي، واجب إيماني، واجب وطني، هذا يتحتم علينا. كذلك ما هو واجبنا اتجاه المعتقلين؟ أن نوجه رسالة لهم ونحن نعيش هذه الأيام لأجل مساندتهم وإسنادهم. نقول إلى أبطالنا البواسل خلف قضبان الاحتلال بعزم لا يلين وبثقة بالله لا تنثني ولا تنكسر، ولا تنكسر: يا أبطالنا، يا أهل الصمود والصبر والثبات، نحيي صمودكم، نحيي ثباتكم، نحيي صبركم، ومزيداً من الصبر، ومزيداً من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما أخبر المولى عز وجل. مزيداً من الصبر، وعجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله لهو خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إلا لكم أيها المؤمنون، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت أخي المؤمن، أخي المجاهد، أخي المعتقل، في محنتك وصبرك على الأذى والألم لك أجر بإذن الله تعالى. هذا الصبر العظيم أيها الإخوة المؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن أكثر الناس بلاءً قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. علم الله أنكم من أشد الناس إيماناً، لأجل ذلك أيها المجاهدون المعتقلون ابتلاكم بالسجن والاعتقال، فأنتم أهل للصبر والثبات، والحرية قريبة قريبة بإذن الله تعالى. وغدا سنحتفي بحريتكم وعزتكم وكرامتكم بعز عزيز أو بذل ذليل يذل الله به الكفار والمشركين والصهاينة بنصر من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة المؤمنون، أيها المجاهدون، أيها الأبطال المعتقلون، وكذلك أكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، واستذكروا قصة يونس عليه السلام الذي أخرجه الله من قلب وجوف الحوت. استذكروا ذاك الأمر، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توجه إلى الله سبحانه وتعالى لما قطعت الأسباب الأرضية من النصر والمدد ومن العود، فكان هناك باب لن يغلق، إنه باب الديان، إنه باب الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئاً إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون بإذن الله تعالى. وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هنا التسبيح، هنا العبادة، هنا الدعاء، هنا الاستغاثة، هنا الالتجاء إلى حبل الله المتين، هو سبيل النجاة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المجاهدون، ونحن على ثقة بأن موعد الحرية قريب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا بإذن الله تعالى. ستخرجون من سجنكم واعتقالكم، وستعززون بإذن الله تعالى. وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فبدأ بنفسه، وثنى بملائكة قدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأنزل نصرك على عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم،
اللهم عليك باليهود الظالمين والأمريكان المجرمين، وعليك بمن حاصرنا، وعليك بمن قتل أبناءنا، وعليك بمن اعتقل أبناءنا مجاهدين. اللهم عليك بكل من تآمر على الإسلام والمسلمين، فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع راية القرآن وحكم علم القرآن. اللهم أطلق سراح أسرانا، اللهم أطلق سراح أسرانا، اللهم أطلق سراح أسرانا، اللهم انصر أسرانا على جلاديهم ومعتقليهم. اللهم عليك باليهود المجرمين الذين يعتقلون أبناءنا ويقتلون أطفالنا ونساءنا. اللهم وحد كلمة المسلمين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اكسر الحصار عنا، اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا وأطلق سراح معتقلينا. اللهم حرر بيت المقدس وفلسطين. آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم بما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استقيموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا، اعتدلوا، تراصوا، أثابنا وأثابكم الله.